خديجه ما شاء الله بنتي ما شاء الله والله بنحميها. بتغني؟ بتغني حلوه قوي بتغني بتغني ولا بص يعني انا صعب ان انا جامل فخديجه لا خديجه ما شاء الله ربنا يخليهم لك شاطره مطربه شاطره و بتبتكر طريقه غنى مش بتقلدك مش بتقلدني وفي نفس الوقت بتمبروفايز يعني هي بتعمل حاجات مش نفس اللحن بس جوه اللحن حاجات شبهها هي تيمبو وتوناليتي ما شاء الله عليها يعني شكلها كده شكلها تعملها هتعملها طب وانت بتحاول تنمي ده جواه وتكبره ولا لازم انا طبعا قعدت مرنتها شويه في الفتره اللي فاتت وبعدين عايز بقى الموضوع يخش في حته اكتر يعني بروفيشنال اكتر عايز اجيب لها فعلا حد هي كام سنه دلوقتي هي 10 سنين دلوقتي ما شاء الله صعب. ربنا يفرحك بيها ربنا يخليك انت ناوي تخليها تغني لازم هي لو هي حابه هي حابه ما عنديش مشاكل وانت شايف ان الصوت ده لازم يغني لازم يعني بصراحه لا ما شاء الله تسمعها يعني بتقعد ساعات وبسجل لها ساعات بتبقى هي بتغني وبتدندن كده ما تتكسفش ماسك التليفون ومسجل كده لغايه من غير ما تاخد بالها من غير ما تاخد بالها طب والثانيه بتغني بس خجوله شويه فما ما بتطلعش بس لسه صغيره ممكن هي كمان تطلع يعني كمان شويه كده هتتجرأ تبقى زي اختها يعني اختها لما تقول لها تعالي عايزك تغني تقف تغني الثانيه تغني لا ما مش عايزه يا بنتي ومامتها مبسوطه بده جدا جدا حابه ان هي تطلع وساعات كتير برضو تصورها لي فيديو تبعتها لي لو انا مسافر او عندي تصوير او اي حاجه تبعت لي تقول لي اسمع بنتك بتغني ايه بتقول ايه فما شاء الله ما شاء الله ربنا يفرحك بيهم زي ما قلت لك طبعا في اول قعده برضو ان كل حاجه وعكسها البنات هنا بتلعب كوره موضوع تاني خالص حطوا صورتها مش معنى بقى كوره يعني ليه ما خلتش تلعب حاجه هي بتلعب سكواش اساسا من وهي صغيره قعدت تتمرن سكواش كتير وفجاه لقيتها جايه بتقول لي انا عايز اشترك في اكاديميه كوره والعب كوره الزنزونه حقيقي ما شاء الله عايزه العب كوره قلت لها متاكده قالت لي وجابت لي بقى كل التفاصيل ان في اكاديميه في النادي الفلاني واكاديميه بنات وبتمرن كوره ورحنا قدمنا فعلا وبدات تنزل التمرين بس هي كمان برضو دماغها غريبه جدا بقول لها يا زينه انت نفسي يعني عايزه كليه ايه اللي في دماغك قالت لك هندسه ميكانيكا سيارات انا عايزه انزل في الصيف توكيل توكيل صيانه اتمرن من وانا صغيره علشان لما اكبر هدخل هندسه ميكانيك السيارات فهي دماغها غريبه جدا دماغها مختلفه جدا انا عايز انا بناتي بيلعبوا برده كوره بيحبوا الكوره جدا بجد؟ يعني بيلعبوا باسكت وجمباز وكده بس الكوره دي بالذات برده بيحبوا او يمكن بيقلدوا اخوهم عشان سليم بيلعب كوره بحس انها مش لعبه بتاعت بنات يعني لعبه لا صعبه دلوقتي والله البنات في لعيبه جامدين يعني وفي فرق دلوقتي ابتدت تطلع ندخل منتخب بيهم بقى لما يكبروا ايه المشكله انا نور بنت اختي بتلعب كوره في برضه في نادي وحاجه سيريس قوي ما عندها كام سنه دلوقتي ما شاء الله 14 سنه دي طبعا دي اللي كانت الدلع كله قبل بناتك ربنا يخليهم لك طبعا ربنا يخليك يعني دي كانت اكتر واحده قريبه منك ده حقيقي عايز اسالك على حاجه بقى انت ساعات بتاخد راي البنات في حاجه في الاغاني كتير يعني بتسمعهم حاجات ولو قالت لك لا ما تعملهاش الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلش انها قالت لا بس بس بيسمعوا وبيدوني رايهم يعني بقول لهم يعني عجبتكم ايه اللي عجبكم فيها تقول لي في حته كده عجبتني فيها كذا فاهم ففي نقاش حلو بيحصل بيننا في الاغاني بتاعتي ومراتك مراتي طبعا يعني من اول ما بتترد عليها الاغنيه وبتعجبني على طول باخد رايها وباخد راي مامتي طبعا طبعا ومش لازم دايما كل دي ربنا يخليها لي حبيبتي ربنا يخليها لي البركه بتاعتنا طبعا ودايما لسه ده عالي دعوتين حلوين لسه سامعهم ربنا يديها الصحه يا رب يخليك يا حبيبي باخد اراء الناس اللي حواليا مش لازم يعني ما بعتبرش ان انا رايي هو الاول والاخير يعني لازم اشوف الناس برضو بتحب يمكن انا احب حاجه وابقى ميال ليها قوي لان هي بتمسيني انا بس ممكن تبقى مثلا مش بالقدر الكافي من انها تبقى مثلا كوميرشال وموجوده في السوق بشكل جيد انا بدور على الحته الفنيه اكتر ممكن اللي حواليا يقول لي لا فكر في حاجه تانية ساعات بيقولوا لك كده طبعا وما بتزعلش لما بيقولوا لا خالص الاغنيه اللي فيها الفنيات والصعبانيات اخليها على جنب واعمل ايه انا لوحدي واعمل حاجه اللي انا عايزها وبعدين نشوف ما عملتش حاجه لسن بناتك قبل كده لا طب ما فكرتش ليه لا لازم بقى اعمل حاجه ان شاء الله قريب واخلي خديجه تغني معايا كمان والله يس. يعني اول حاجه ممكن بنتك تغنيها تبقى معاك معايا طب ما نعمل لنا مفاجاه كده شغالين عايزين بقى نسمع انت شغال فيها اوريدي طب شفت بقى انا عرفت ازاي والله ما حد قال بس انا حسيته لازم تعمل كده هو انا فعلا يعني مش عارف انت جبت المعلومه منين بس يعني لا ما اعرفش والله ده انا قلت لازم تعمل حاجه كده لان انت يعني بقى لك فتره كبيره جدا بس ما عملتش حاجه للاطفال قوي ده حقيقي مظبوط فلازم بقى المرحله اللي جايه ان شاء الله يحصل